المالك عبد الله بن جابر المري مقدم لنا وحيدان. وحيدان وهذا إنتاجه اللي عرض أمام لجنة التحكيم. الآن لحظة دخول ألف حلوى إنتاجه للمشارك محمد ابن عوض المنهالي من الإمارات العربية المتحدة. الآن دخول قوي، دخول قوي للمشارك سالم ابن هادي ابن مسعود المري. المالك بلاع ابن الدودة ابن محمد العامري من الإمارات العربية المتحدة قادم بقوة بالمشاركة رقم 328. ومع مالك يتنافس وينافس المشاركين للحصول على اللقب حمد ابن راشد ابن عبد الهادي المري المشارك رقم 325. الآن مشاركة المالك محمد ابن شعف ابن وقيان الدوسري. محمد ابن شعف ابن وقيان الدوسري صاحب إنجازات. هذا هي مشاركة المالك ورامس يا بن صالح المنهالي اللي نتمنى لك التوفيق ونقول ما شاء الله، الله يبارك لك. المجمول ابن سالم المجمول الدوسري اللي عرض أمام لجنة التحكيم واللي نتمنى التوفيق للمالك المجمول ابن سالم المجمول الدوسري. مشاركة المالك محمد بن راشد ابن علي المري. المالك محمد بن راشد بن علي المري صاحب إنجازات. الآن لحظة دخول لمالك آخر ولمنافس قادم بقوة من ملاك المجاهيم من البنوك المعروفة في عالم المجاهيم إلى المالك. مشاركة المالك محمد ابن عبد الله ابن فهاد الفصام الدوسري. So sad, so sad.